دين أبي حمد الله عز وجل دين عظيم جدا، دين سمح، دين افترض الله تبارك وتعالى على أن يكون المؤمنون جميعا بحالة من أواصر الأخوة وروابط المحبة. كيف يهنأ الإقبال أن تفرح بالعيد وتتجهز للعيد وحال إخوانك من الفقراء والمساكين والمحتاجين ليس كحالك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن الله تبارك وتعالى قد افترض على كل مسلم زكاة الفطر. هذه الزكاة هي طعمة للمساكين، وهي طهرة للصائم من الرفث ومن الأخطاء ومن السلوكيات السلبية التي حصلت لها أثناء صيامه، وفي نفس الوقت فيها من المواساة وفيها من المحبة الخير للغير، ما يجعل المسلمين جميعا على قلب رجل واحد كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أداء زكاة الفطر.